أنا اسمي حنان زواهرة، 7 سنين، بدرس في مدرسة المالح. مدرستنا حلوة كتير، بس مهددة بالهدم من الجيش. وأنا جاي لما أشوف المستوطنين والدبابات بخاف يهدوا المدرسة، بحس إني يمكن يجوا أي لحظة، أخاف لما يجوا. الاستفزاز التي قامت به السلطات الاحتلال بمصادرة المظلة وصادرة الغرف الصفية كان لها تأثير سلبي حتى في نفوس السكان. أصبح هناك تخوفات كثيرة من الناس المحيطين، طبعا السكان المتواجدين في المنطقة، بأن المدرسة أصبحت عبء عليهم. هناك تخوفات من أن يكون هناك هدم للبيوت السكنية المجاورة. قبل فترة طبعا كان في إبعاد لمدير المدرسة عن المدرسة، حتى صارت لما يرن تلفوني أنا وأنا بالدار الساعة 8 ولا 9 بالليل أخاف إنه إيه الجيش أجوا على المدرسة، الجيش هدم المدرسة. في عندي طلاب بالمدرسة وضعهم غير طبيعي وغير مستقر، عندهم توتر وعندهم قلق وعندهم تشوشات كثيرة. قبل ما ينشوا المدرسة كان في الطلاب اضطروا يروحوا لمدرسة، أقرب مدرسة إنها تقريباً 10 كيلو. هسا ابني بدرس في المدرسة هاي، طبعاً قريب علينا، تريح من أمور السفر اليومي. طبعاً المدرسة هاي خادمة الخمس تجمعات هذه. أنا بدي أتعلم وأمشي على الجامعة، لما أكبر أصير مهندسة حتى أبني دور.